نورت الدنيا. انت اللي منوره الدنيا، منوره بيكي وبكل اعمالك الجميله اللي بيسعدوا بيها الجماهير لغايه دلوقتي. وانت كمان، انا وانت ما بنكبرش على فكره. انت هتعملي زي مره ليا صديقه، معلش احنا خرجنا من الموضوع نخش في الموضوع، كان في يمكن تعرفيها، بنت كان زمان بتشتغل في السينما، هي طليانيه مصريه اسمها سيلفانا. عارفها؟ فكانت صديقه ليا ولا اخره. المهم غابت عن مصر بقالها حوالي يمكن 15 سنه او اكتر، ونزلت عند واحده صاحبتها، وصاحبتها قالت لي في مفاجاه ليك. ايه يا ست؟ قالت لي سيلفانا موجوده في مصر. طبعا انا يعني سعدت ان انا هشوف سيلفانا دي. فرحت اتفاجئت. اكيد هي يا عيني كبرت قوي 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 قوي. وراحت هي بصت لي قالت لي كمال. قلت لها ازيك يا سيلفانا؟ قالت لي انت ايه مخلل؟ ما هو المخلل ده يعني مخللين يقعد. لا المخلل ده يقعد في البرطمان بالسنين ويبقى زي ما هو. ما كانش عندنا وقت نكبر بيني وبينك. والله لا، احنا ما بيتشيلش. احنا من جوه بصراحه، احنا مش بنتكلم عن نفسنا والله، ان احنا طيبين اكيد. ده صحيح. يعني من جوه نضيف ومن جوه طيب، ونحب الناس ونحب الخير وما بنأذيش حد، ونحب الحياه. ونحب الحياه. الحياه مره. وفاكر افلامي انا وانت عملنا فيلم مره واتحرق؟ ده والله صعب عليا الفيلم ده قوي. من القلب للقلب رسول. من القلب للقلب رسول. بعدين انت عملته مع ليلى مراد. ما انا عملته مع ليلى مراد لانك انت ما كنتش موجوده، كنت مسافره بقى. لا عشان كنت متجوزه انسان وكان عنيد. ايوه 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 افتكرت. وقعد يعمل شروط وما رجعش وارجع. مع علم الفن ده على الفلوس. لا الفن ده لازم يبقى فيه تضحيه. طبعا. يعني انا واحد من الناس عملت لغايه دلوقتي يمكن قربت ال 200 فيلم. ما شاء الله. ما شاء الله يا رب يديك الصحة. لكن تعالي تحاسبيني اقول لك ان في افلام انا عملتها يمكن ما خدتش منها فلوس كفايه. لان ادوار حلوه ومخرج كويس. مظبوط. وليه الواحد ما يعملش كده ويضحي؟ ما هو لازم يضحي. لكن الازواج بقى ما بيفهموش اعمل ايه دلوقتي، عشان كده بنسيبهم. لا يمنع الفكه. ايوه. هتدفع كام في الاول؟ لازم. وعملت فيلم انتاجك. طريق الدموع. طريق الدموع ده من احلى الافلام. ما بتموتش. زي العسل. زي العسل. زي العسل. غنوة يعني انا اروح في اي سهره من السهرات. لو تصوري قد ايه الناس وهي موجوده، او الجماعه اللي بتوع الاوركسترا يغزلوني بقى ويعملوا لي زي والناس يطلبوني ان انا اغنيها. اقول لك فينك يا صباح يا اللي تغني؟ انا مالي ومال الحكايه دي. شوف بقى لها سنين الغنوه دي وعايشه ازاي. زي العسل. زي العسل. زي العسل. زي العسل. زي العسل. زي العسل. الحب زي العسل. مين اللي قال زي العسل؟ الحب مش زي العسل. الحب نار. نار مش عسل. زي العسل. زي العسل. زي العسل. يا حلوة ليه متحيرة؟ ده العمر ليلة قصيرة، والدنيا ضحكة صغيرة، لكن صحيح زي العسل. زي العسل. زي العسل. يا حلوة حبي وكتري، وعيشي قد ما تقدري، واشتاقي واصحي واسهري، ده الحب. مين اللي قال
زي العسل الحب احلى من العسل احلى واحلى من العسل احلى واحلى من العسل احلى واحلى من العسل زي العسل زي العسل زي العسل وفي انا استاذه مرات استاذ مرات استاذ وانا استاذ ومراتي استاذه يا حبيبي يا استاذ يا حبيبتي يا استاذه مراتي أستاذة مش حالة بيك إلا بأستاذ إلا بأستاذ وأنا راح أقول لك يا أستاذة أنا أستاذة مرات أستاذ أنا أستاذة أستاذة في إخلاصي وحبي وراح أفضل مخلص على طول حبيتك ووهبتك قلبي ولقيته بحبك مشغول ولا فيكش عيوب ولا عيب ينقال غير بس جيوب ما شافتش المال ولا فيكش عيوب ولا عيب ينقال غير بس جيوب ما شافتش المال بكرة خلاص حلاقي خلاص والهم حنديله اجازة مش حناديك الا باستاذ الا باستاذ وانا راح اقول لك يا استاذة انا استاذة مرات استاذ انا استاذة انا عايز اتكلم دلوقتي بالنسبه للاغاني اللي هي المفروض بنسمعها دلوقتي واللي كانت بتسمع زمان يعني إيه رأيك؟ بصراحه انت بصراحة معلم ايه رايك يعني انا بقول ان العصر الجميل اللي احنا كنا عايشين فيه زمان رغم ان احنا بعدنا عنه في فننا وفي غنانا وفي افلامنا وفي حاجات كتير لكن الناس مشتاقه لهذا اللون ده اللون ده كان فكري لما اروح بعيد انسى اللي فات من حبنا لقيت هواه هو الوحيد واحنا اتخلقنا لبعضنا ونسيت في بعدك فرحتي وبقت وحيدة في دنيتي وبعدت يوم من لوعيتي حتى اكلمه شاورت عقلي شاورت عقلي جات لي فكره ويمكن جايز اعرضها عليكي دلوقتي رغم ان انا خايف طبعا ان انا اقولها فيبقوا في بقى ناس بقى ياخدوا الفكره دي ويحوروها ويسووها ليه؟ لا من غير ما ينفعش من غير ما ينفعش مش لا من غيري مفاجر. انا وانت حتى لو خدوا الفكره لكن هياخدوها وهيعملوها وحش والله لان من غير صباح وانا مش هتبقى فيها خير ولا حلو انا افضل ان احنا نحكيها لبعدين ويبقى حتى الجمهور مشتاق يا ترى ايه هي الفكره اللي احنا هنقدمها سوا ان شاء الله في شاء فيلم الله. او مسلسل ولكن افضل ان يكون فيلم ان شاء الله باذن الله صاحبتي سواري انا فاكر فيه ان انا كنت جوزك ومحمود المليجي بشتغل معاه كان يحبني ومحمود المليجي بيحبك وانا كنت بشتغل في الممنوع معاه وبعدين وهو ماسك عليك صحيح بلغت عنه ولا هو اتقبض عليه وانا دخلوني السجن مش عارف وانا قعدت اعيط انت تعيطي وانا اعيط في السجن برضه والله وانت رايك ايه دلوقتي في الافلام والمسلسلات حاجات شوفي. انت بتعملها جميله بصراحه الاختيار اهم هاي. حاجه الاختيار انا مثلا الشهرين دولت اللي فاتوا اعتذرت عن 4 مسلسلات انا بعتبرهم من خساره حتى الممثلين يمثلوا فيها وخساره حتى كمان المخرجين او المنتج يعمل حاجه زي دي حقيقي خساره الفلوس مظبوط مسلسلات افكارها قديمه كلها ما فيش فيها جديد الوقت في موضة عندنا شوف انت مثلا عملتي الايدي الناعمه وعملتي الرجل الثالث مش كده الرجل الثاني كان هاي مع زيدون زفقار
عملتي حاجات ممتازه عاليه. دلوقتي بيفكروا حضراتهم ان هم يحولوهم الى مسلسلات. مش معقول. انا شايف ان ده غلط. ليه بقى؟ لان حتى الجمهور لسه متعلق بالافلام القديمه. ممكن اعتذر؟ انا اسفه. ما تتاسفيش، مكتوب عليا ان هلفوت من حسنه العيله يشهد فيه. على كل حال الغلطه دي مش هتتكرر عشان احنا راجعين بيتنا. بتقولي ايه؟ اصلي حسبت حسبتي لقيت ان عندك حق. التلاتين جنيه معاش بابا مش هيكفوا تاكسيات للوز. انا اعتذر كمان مره. كريمه، انا مش ممكن اوافق ابدا انك تمشي. انا مش اشيل وزه بس، انا اشيل قفص طيور بحاله. بس ما تمشيش. انا كريمه لو نتكلم بعدين. اتفضل دلوقتي غدا. يعني احنا الحمد لله عايشين في احنا اكتر من جيل دلوقتي بيحبنا، مش كده والله؟ طيب الحمد لله يا رب. الحمد لله يا ربنا يديك الصحه يا رب. انا بقى يمكن جاي زي ما قلت لحضرتك افلامي الاخيره معدوده قوي، قليله. المسلسلات بعمل مسلسلات اكتر، لان انا زي ما قلت ان الناس دلوقتي ما بتروحش السينما. عارفه مظبوط. زمان انت عارفه وفاكره زمان لما حفله الافتتاح بتاعه الافلام. توصفي لي والنبي. وما منلاقيش مطرح كنا ولا حد دلوقتي. لا يعني الشياكه اللي كانت بتحصل في البريميره بتاعت السينما او الليله. شفت الجمهور بقى؟ انا مره كنت لابسه باردون يعني جزمه جايباها من ايطاليا ومبسوطه قوي، الكعب كله ستراس وحاجات كده. فروحت اول ليله احضر طبعا، جيت من غير من كل الزحمه وزعلت قوي على الكعب. يعني جيت حطيته كده وكتبت ورقه لاختي وقلت لها اول كعب بصي شوفي حصل لي ايه. وبعد تفشل زي كده وتلبسيها تاني. بس كانت حاجات جميله. لا انا حكيت برضه حكايه زي حكايتك. طبعا بشتغل في كذا فيلم في وقت واحد، فطبعا بروح احضر عرض الافلام دي، فاروح قبل الفيلم في سينما، واروح في نص الفيلم في سينما، واروح نهايه فيلم في سينما. ثلاث افلام كانوا بيتعرض في وقت واحد. المهم ان انا كنت بحضر بقول لك الثلاث افلام دولت في يوم واحد. فواحد بقى من المعجبين، زي ما انت شفت المعجبين اللي كسروا لك بقى كعب الجزمه، انا معجب. بصيت لقيته ايه بيحضن فيا ويبوس فيا. استاذ كمال اديني صوره. صوره والله؟ قلت له والله ما معايا صور. وحياتك اعمل معروف يا ابني ما عندي، يا سيدي ما عنديش. المهم رحت السينما التانية لقيت هو نفس الشخص اللي بيقول لي صوره ده، وقاعد يبوس فيا ويحضن فيا. صوره يا استاذ؟ الله، انا تياد مش كنت هناك؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا وراك عايز الصوره ومش عارف. والله ما معايا. المهم في اخر مره بقى برضه قال لي بقى عايز صوره ويبوس فيا ومش عارف ايه، ولقيته بادل ايده وفكك لي الساعه. يا خبر. وخلاص الساعه هتطلع من ايدي. رحت ماسكه. برافو. قلت له يا حرامي انك تنبهت. انت مش بتاع صور ده، انت بتاع ساعات. الزحمه الواحد بيحصل له عجايب. بس برضه يعني ده لا ده حرامي مش ده حرامي لازم. لكن بس اهو بيدفع فلوس يعني. راح هناك دفع. بس الناس طبعا من حبهم، وده اللي فاضل لنا افتكر حب الناس. طبعا طبعا مش كده؟ لا وكان زمان زي ما انت قلت حضرتك البريمير اللي كانت بتتعمل. كنا في اللوج، في صباح، في انا، في المخرج، في المنتج. الستات اللي جايين يتفرجوا على الفيلم لابسين الفريرات والبرفانات طالعه، واحنا لابسين سموكن ولابسين سوريهات، وتبص تلاقي الوجه الثانيه فيها فنانين تانيين عازمينهم معانا. واخر ما ينتهي الحفله. لا عارف ان زمان ما كانش في غلا زي دلوقتي. كانت الناس تقدر تلبس، بس دلوقتي يعني انت عارف يعني. ما هو يلبسوا كل وقت بقت حكايه يعني، ما هيش يعني لهاش اصول. يعني لما جه حسين فهمي قال في المهرجان بتاع السينما مهرجان القاهره السنه دي، قال نلبس سموكن، كلهم صاروا ضده. طب ما ده عرف متبع في اوروبا ومتبع في العالم كله. قالوا لي طب ما اذا كنا هيقولوا بنقلد اوروبا، طب بنقلد اوروبا، طب ما بلاش بقى نعمل مهرجانات. طب ما اذا كنا عايزين نقلد وبنعمل مهرجان، على الاقل نبقى الشروط اللي هي بتتوفر انه في عشان يبقى مهرجان له عالمي وله اسم، لازم الستات يلبسوا سوريهات ولازم الرجاله يلبسوا. وقالوا لي ما نجح اول مهرجان ما شاء الله. وكان حقيقي يعني حسين انا يمكن اول واحد قلناه لما رشحوه، لاني توقعت ان حسين هيعمل حاجه. هايل. لان هو انسان ظريف ولطيف ومثقف وبيعرف لغاته وشيك.
قولوا لقاء حلو قوي لما اسلم على الستات يبوس ايدهم. بس اللي بيبوس ايدهم بس يعني. بس يعني ما هي مصر ام الدنيا في الفن، وكويس يا رب كل ايامها مهرجانات وحفلات. الحمد لله الحمد لله. واستقرار وخلينا مصر يا رب، وخليك وطول عمرك يا ستي. اشكرك وانت اللي عظيمه. متشكره قوي قوي انك نورتني. الله يخليك يا ست الكل. حقيقي يعني مش معقول مشوار حياتي من غيرك. لا مش بالحلاوه دي ولا بالطعامه دي ولا بالجمال ده. ونقول عليك كلام. قولي علي يعني لما بتشوف الجمال ده لساني بيتكلم لوحده.